مراسل الغد يوسف بقار. إذا يوسف، طبيعة الأجندات التي سيقوم بها السيد عقيل الصالح في موسكو، وأيضا طبيعة اللقاءات التي ستجرى هناك. نعم وائل، محادثات عقيل صالح اليوم في موسكو ارتكزت على ثلاث مسارات: دبلوماسية، عسكرية واقتصادية. هذه المحادثات بدأها عقيل صالح في البرلمان الروسي مع رئيسة البرلمان فالنتينا ماتفينكا، أين عبر عن دور دعم ليبيا لدور موسكو في حل الأزمة الليبية، ووصف حكومة فايز السراج بأنها حكومة غير شرعية لأنها تفتقد ثقة البرلمان الليبي، وبأنها فشلت كل الفشل في تطبيق اتفاقات أو مخرجات اتفاقات أسخيرات. المحادثات الثانية التي أجراها عقيل صالح اليوم كانت بمقر وزارة الخارجية الروسية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي عبر عن دعمه الكامل للحلول السياسية ولضرورة إطلاق مفاوضات ليبية لحل الأزمة الليبية، الذي قال لافروف بأن حلها يجب أن يكون سياسيا بعيدا عن كل الأوراق العسكرية. لافروف جدد دعم موسكو لمبادرة القاهرة الذي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في السادس من الشهر السابق، وقال بأنها هذه المبادرة تتوافق تماما مع قرارات مخرجات برلين. لافروف عبر عن رفض موسكو لاستخدام الإرهابيين لتطبيق أو لتنفيذ المصالح الجيوسياسية، وجدد دعوة المجتمع الدولي لدعم كل المسارات السياسية لحل الأزمة الليبية. بدوره عقيل صالح وصف موسكو بأنها يمكن أن تكون وسيطا نزيها، خاصة وأنها تقف على مسافة واحدة من كل أطراف النزاع الليبي، وقال بأن الحل كذلك في ليبيا يجب أن يكون سياسيا بعيدا عن كل الأوراق والضغوطات العسكرية. شكرا جزيلا لك يوسف بقار، مراسل الغد، كنت معنا من موسكو على كل هذه المعلومات.